وليال عشر وليال عشر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل رمضان يفرح به، إذا أقبلت العشر يفرح بها، لأنها مواسم جعلها الله تعالى ليضاعف فيها الطاعات. مثل لو أن مدرسا قال لطلابه الذي سيختبر الاختبار القادم وهو اختبار غير واجب عليكم، لكن من اختبر فيه سأضاعف له جميع الدرجات السابقة، تجد أن الطلاب العقلاء يحرصون ويقبلون عليه، فما بالك إذا كان ربنا جل في علاه قد خصص لك خلال السنة، خلال 365 يوم خصص لك أياما معينة، قال يا عبدي إذا تقربت إلي في هذه الأيام أضاعف لك الطاعات وأعظمها وأجعلك تسبق أقواما ربما تعبدوا في السنة كلها وأهمل هذه الأيام فأنت تسبقهم بتعبدك فيها. فالله الله أيها الإخوة الكرام بأن يجعل للإنسان لنفسه في خلال هذه العشر ختمة أو ختمتين للقرآن، أن يجعل لنفسه محافظة تامة على صلاة الضحى، أن يجعل لنفسه محافظة تامة على قراءة القرآن وعلى الإكثار من ذلك، على صلاة الوتر، على الصدقة يوميا إن تيسر له ذلك ولو بالشيء القليل، على التبكير إلى الصلوات، التبكير إلى الصلوات، تبكير إلى المسجد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.